أيها الأحبة الأكارم، ونحن في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. أيها الأحبة الأكارم، إن في هذه الليالي الأخريات ليلة هي خير من ألف شهر، فما أحوجنا إلى أن نتحرى وإلى أن نجتهد في هذه العشر الأواخر. أيها الأحبة الأكارم، شهر رمضان شهر الدعاء، ولقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة لا ترد دعواهم، من هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفطر. هيا بنا أيها الأحبة الأكارم نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع الليلة الحادية والعشرين، إحدى ليالي الوتر في هذا الشهر الكريم، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا حظا ونصيبا من ليلة القدر مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس لسه صايمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أن نعطر أرواحنا وأفئدتنا بالصلاة على سيدنا رسول الله. لا عزم حصل على سيدنا النبي بصوت عالي. صلوات ربي وسلامه وتحياته وبركاته عليك يا رسول الله. من كان يطلب عزة فالعز دين الله. من كان يطلب ناصرا فالناصر هو فالناصر هو فالناصر هو فالناصر هو الله. من كان يرجو عاصما فالعاصم فالعاصم الله. والله قال والله قال مؤكدا شهر الصيام بذكرى النصر نلقى. فيه العقل
يا خير شاغل بك القرآن ما درست والذل في فرقة من ذا سيرضى لا نسمح صلاة على سيدنا النبي اللي بيحب سيدنا النبي يرفع ايديه كل اللي بيحب سيدنا النبي يهدي لرسول الله صلاة صلى على سيدنا النبي بصوت عالي اللهم احفظ مصرنا واحفظ امننا واحفظ جيشنا اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني بلاد الخير أعطاني وفيها الله أحياني شذاها كله عطر ونهر النيل ناداني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني حباك الله يا بلدي وأعلى شان أوطاني فأدي النور للدنيا وأدي الأم تهواني ومهما بنت يا أمي فدوما قلبك الحالي أزور الحمل مبتيجا أشم عبير بستاني وعين الماء جارية بها الرحمن عفاني وشمس الله بازدة وتمحو كل أحزاني أصلي الفجر في وطني وأتلو فيه قرآني وعين الله تحرسني ويقوى فيه إيماني وتحيا بالصلاة
كفر شامخة والتبرى مصر مشرقة والتبرى مصر النبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه كل عام انتم بخير.